اهلا بيكم مع فيلم جديد. فيلمنا النهارده اكشن اثاره وخيال علمي اسمه سوبر، كل لحظه مهمه خلي بالك. فيلمنا بيبدا مع شخص في معمل ابحاث بياخد منه دكتور كارل عينات. بعدها الدكتور كارل بيرجع على بيته وبيعمل ابحاث على اللابتوب. العصفوره بتاعته بتصوصه وبيروح يلعب معها شويه، وبعدها بيبص من الشباك بيلاقي في وشه كاميرا بتصوره، وبعد ثواني وفجاه بتنفجر الكاميرا. مات الدكتور كارل وتم تسجيل الحادث على انه هجوم ارهابي. بعدين بيصدر اوامر بنقل المشروع اللي كان شغال عليه الدكتور لموقع امن، لانهم شكوا ان المشروع اتكشف وكان واضح انه مشروع مهم ويهم ناس تانية كتير. المهم بيوافق الدكتور شين مساعد الدكتور كارل على نقل العينة، بس بشرط واحد. ايه هو؟ لسه ما نعرفوش. المشهد بيتنقل لكي في المستشفى بيتكلم مع دكتور صاحبه عشان ياخد العلاج بتاعه، وبيمشي بعدها في عربيته وبياخد الدواء، ومن التعب بينام في العربية، لكن بيصحى على صوت حد بيخبط على العربية. فبيطلع واحد من الشركة وبيحاول كي انه يهرب، بس الشخص ده بيوقفه بمسدس هو وصاحبه، وبيروح معاهم وبيقابل مديره السابق في الشركة اللي كان شغال فيها واسمه أهان، وبيقول له عايزك تعمل حاجة كده عشاني وعايزك في مهمة. كي بيقول له ايه نوع المهمة دي؟ بيرد المدير وبيقول له هتكون ايه يا قلبي المهمة غير ان مهمة عشان الوطن طبعا. فبيقول له انا ما بقتش شغال في الشركة. بيرد المدير وبيقول له انا عايز شخص ثقة وكفاءة زيك كده. كي بيقول له وانا بقى الشخص ده صح؟ المدير بيقول له ايوان بالظبط، ومطلوب منك تحمي مشروع علمي سري خطير جدا، وما ادالوش اي معلومات تانية. كي بعدها بيطلع على معمل الابحاث وبيقابل الدكتور شين وبيقول له ان المدير كلمنا عليك. بعدها بيقابله الدكتوره ليم المسؤوله عن المكان، وبتقول له انهم من 10 سنين قدروا يزرعوا خلايا جذعيه جنينيه معدله وراثيا، وبعدها زرعوها في بويضه مخصبه، وبعد 7 شهور ظهرت العينه بتاعتهم، ولاحظوا نمو العينه بسرعه جدا بضعف المعدل العادي للانسان الطبيعي. وبيوريه الدكتور العينه اللي بيتكلموا عليها وبيقول له ان دي اول عينه بشريه خلقت عن طريق التلاعب الجيني، وبيعرفوا عليها اكتر وبيقول له اسمه سوبوك، كائن خالد لا يموت، وبينتج نخاع العظمي خلايا متعدده القدرات، ويمكن لخلايا انها تعالج جميع الامراض اللي بيصاب بيها الانسان. وبيقول له كمان ان عن طريق سبوك نقدر نخلي الموت خرافه، وبنشوف ان سبوك يقدر يحرك الحاجات حواليه عن طريق التحكم في قوه الضغط. وبعد الاحداث دي بنشوف كيف سرير المرضى وبيفوق من اغمائه، وبيشوف في الكاميرات النغمة عليه فجاه، وبنعرف وقتها انه عنده ورم في المخ هو اللي بيسبب الاغماء ده، وبيعرف انه قدامه من 6 شهور لسنه ويموت. وبيقول له الدكتور انه يمكن علاجه باستخدام سبوك. كي راح يقابل اهان مديره السابق تاني، وبعد رغي كتير بينهم بنفهم ان اللي قتل الدكتور كارل هيحاول ياخد سوبوك ويستخدمه كسلاح، وعشان كده هيتم نقله لمكان تاني سري، وبعدها هيبداوا في استخراج نخاعه لعلاج البشريه من الامراض دي اللي ملهاش علاج، وانهم جابوه عشان يجروا عليه العمليه دي ويعالجوا المرضى، وكمان عشان يقدروا يعالجوا كي من الورم بتاعه. بيوافق كي على انهم يجربوا فيه، وتاني يوم بيروح المعمل عشان يعمل التجربة، وبيشوف سبوك بيتحقن بمادة كده لمنع انقسام الخلايا، وانه لازم يتحقن بيها كل 24 ساعة وإلا هيموت من سرعة انقسام الخلايا. وبنعرف انه ممكن يموت عادي لما عربية تخبطه أو يتضرب بالنار، بس هو خالد ضد أي مرض، يعني لو ما حصلوش حاجة هو عايش. وكده بيبدأ نقل سبوك وكي لمكان تاني، وبيتكلموا هما الاتنين، وبيسألوا سبوك على المسدس اللي معاه، وبيقول له قتلت كام واحد، وبيرد كي وبيقول له ليه عندك فضول تعرف. فبيسكت سبوك. بعد كده بيحس كي بشيء غريب بيحصل، فبيقول له ان في عربية اسعاف وهيوسع لها وخلاص، وبيقول لهم احنا بنغير الطريق ليه؟ فبيقول له في حادث على الطريق فهنغيره. وبيتكلم الحراس مع اهان وبيقول له ان كي بدأ يشك فيهم، وبيقول لهم فكوكوا منه، وبيسألهم قدامكم وقت قد ايه للوصول؟ قال له نص ساعة، وقال لهم يسلموا سبوك للامريكان وكمان يسلموا كي ليهم وهم هيتصرفوا معاه. وبعد كده بنشوف عربية الإسعاف بتتفتح وبيضرب واحد منها نار على الحراس، وسبوك وكي بيعملوا حادثة وعربيتهم بتتقلب، وبينزل ناس من عربية الإسعاف وبيضربوا نار عليهم، وبيرموا غاز وبيغمى على كي، وبيفوق ويلاقي نفسه مربوط، وبيعرف يوصل للمقص ويفك نفسه، وبيجي واحد عشان يدي سبوك الجرعة بتاعته، فبيقدر يخبطه في الحيطة عن طريق قدرته في التحكم في اللي حواليه، وبعدين بيقوم كي ويخلص عليه وبياخد العربية ويهرب عن طريق الحيطة اللي اخترقها بالعربية ومعاه سبوك. وفضلوا ماشيين بيها لحد ما لقوا تليفون، وبيتصل بالدكتور وبيقول له على اللي حصل، وبيقول له يروح لمكان قريب منه بحيث ان الدعم يجي له هناك، وبيروحوا المكان ده ماشي لان العربيه اتعطلت، وبيتكلموا مع بعض، وبيقول له سبوك ليه انا في خطر؟ فبيقول له لانك العينه، فبيقول له سبوك عشان انا خالد مش بموت، وبيقول له اعرف منين انك راجل صالح؟ فبيرد كي هو انا باين عليا شرير ولا ايه؟ قال له لا بس برضه مش باين عليك راجل صالح، فبيقول له ليه طيب؟ انا بيحصل لي كل ده دلوقتي، فقال له سبوك ليه؟ قال له عشان بحاول احميك، فقال له ليه بتحميني؟ فرد قال له حياتي بتعتمد على حياتك،
وبعدين بنشوفهم ماشيين وسط الناس وسوبك مستغرب كل حاجه عشان اول مره يخرج وسط الناس، وبعدها بيوصلوا المكان المجهز لحمايتهم وبيتكلموا مع بعض هناك وبيسالوا سوبك ليه انت غضبان دايما، فقال له امتى، فسكت شويه فسالوا كي انت جعان، قال له جعان، فجاب له حاجه زي الاندومي كده عندهم وكلوا مع بعض، وبيسالوا كي بتعمل ايه في يومك، قال له بخضع للتجارب وبفتكر في عقلي الالم اللي كنت بحس بيه من الجرعه اللي كنت باخدها، وبيقول له بتعمل ايه غير كده، فبيوصل افراد من الشركه وبيدخلوا وبيحاولوا يقتلوا سوبك وكي وبيضربوا عليهم النار بس مش بتيجي فيهم بسبب قوه سوبك، وبيهجم كي على واحد منهم وبيقضي عليه، وسوبك بيقضي على التاني بسهوله من غير ما يتحرك بسبب قوته، وبيرن تليفون واحد من المسلحين بيرد كي وبيعرف ان اهان هو اللي بعتهم، وبيسالوا ايه الهبل اللي بيحصل ده، وبيقول له هقول لك بعدين بس دلوقتي اقتل العينه فورا، بيرفض كي وبيقفل التليفون في وشه، وبعدين بيتصل بالدكتور شين وبيعرفه اللي حصل، وبيقول له الدكتور على مكان المختبر اللي المفروض يروح له بيكون جنب المول الرئيسي، وبياخد كي العربيه بتاعه الناس اللي هجمت عليهم وبيكسر منها اجهزه التتبع اللي فيها، وبيرفض سيبك انه يروح معاه غير لما يروح معاه مكان معين الاول، وبيروح معاه كي عشان خايف على حياته طبعا، وبيساله كي احنا رايحين على المكان ده ليه، انت تعرف حد هناك، فبيقول له فبيسأله مين؟ بيقول له الأفضل إنك ما تعرفش، وبعد كده بيسأله سوبك ليه حمتني من شوية لما الناس كانت عايزة تموتني؟ قال له عشان حياتك من حياتي، وبيحكي له على الورم اللي عنده، وفجأة بينزل سوبك دم من بقه وبيقول له أنا كويس، كمل الطريق، وفي نفس الوقت بيكون الممول الرئيسي بيكلم أهان، وبيقول له إنه أكيد اتفق مع الأمريكان عشان ياخدوا سوبك، فبيشرح له وجهة نظر الأمريكان، وإن الإنسان لما يعرف إنه خالد هيسود عليه الجشع والطمع أكتر، وهيخسر صفة من أهم صفاته الإنسانية، وهي وضع هدف لحياته قبل الموت، وبمجرد ما الموت يختفي، الحياة البشرية هي كمان هتختفي بالصراعات، عشان كده الأمريكان اقترحوا إن سوبك يموت نهائياً. في الناحية التانية، سوبك وكي بيدخلوا بنزين عشان يمونوا العربية، وبيروح كي وبيعرف الدكتور وبيقوله إن سوبك نزل دم من بقه، وبيقوله الدكتور إنه مش بياخد الجرعة بقاله يومين، وبيرجع للعربية مش بيلاقي سوبك فيها. وبيدور عليه وبيلاقي فجأة إزاز المحل اللي جنبه بيتكسر، وده بسبب خناقة سوبك مع شابين جوه المحل، لأن أهان عرف مكانهم من الكاميرات وبيصدر أوامر بالقبض عليهم أو القضاء عليهم، وبيكون كي متعصب على سوبك وبيقوله لو ناوي تفضل تتصرف من دماغك كده أنا همشي واسيبك تكمل لوحدك، وقبل ما ينزل من العربية ويمشي بيمسك سوبك إيده وبيقوله أنا آسف، وبيروحوا بعدها مكان على البحر وبيقفوا ويقول له هنفضل هنا شوية عشان في شرطة كتير في طريق المختبر، وبيعرف سوبك هنا انه بيضحك عليه ومش رايح للمكان اللي قاله عليه وانه رايح للمختبر، فبينزل وبيمشي ويوقفه كي ويقول له انه لو ما خدش الجرعة بتاعته ممكن يموت، وبعد ما شدوا مع بعض في الكلام اغمى على كي فجأة، وبعدين بيقعد يفتكر سوبك امه والماضي وحاجات كده، بيفوق كي بالليل وبيلاقي سوبك قاعد على البحر مستنيه ومهربش، وبيعتذر له انه خدعه وقال له انه عمل كده عشان يحميه بس مش اكتر، وبيحكي له عن حياته زمان وبيقول له كأنه ما قدرش ينقذ زميلته في الشغل زمان لما كان شغال مع أهان، وما قدرش يعمل حاجة وشافها وهي بتموت قدامه ومش قادر يعيش بالذنب ده ومش هيقدر يسيبه هو كمان يموت، وبيقعد يعيط جنبه، وبعد كده بنشوف سوبك بيتحكم في المية والصخور والطيور، وبعدين بيطلب منه يوديه كنيسة في مكان اسمه أولسان، بيوصله للمكان داخل الكنيسة عند مكان تكريم الموتى، وبنعرف انه هو مستنسخ من طفل ميت وانه هو ابن الدكتورة ليم في الاصل، وانه مات هو وابوه وهي ما عرفتش تعيش من غيرهم فاستنسخته، وبعد ما بيسيبوا الكنيسة بيقرر سوبك انه يروح المعمل اللي هو بيته اللي فيه امه، ولانه لو راح المختبر هيكون فيه امل ان كي يعيش بس حالته بتبقى وحشة اكتر عشان ما خدش الجرعة بتاعته، وبيكسر كي كل اشارات المرور عشان يوصل بسرعة للمختبر، وده بيكون سبب للشرطة عشان تطرده، وبيعرف أهان كده مكانهم وبيتحصروا من الشرطة ورجالة أهان اللي جايين يقتلوهم في نفس الوقت ناقصاهم هي كمان، وقبل ما يقتلوهم بتيجي طيارة زي اللي انفجرت في الدكتور كارل بتنفجر فيهم، وبيطلعوا اللي عملوا كده الناس اللي كانت في عربية الإسعاف اللي كانوا خطفوهم وبياخدوهم، وبنعرف أن رجل الأعمال العجوز هو اللي ورا الكلام ده لأنه عايز سوبك حي عشان يعالج نفسه، وبيكلم أهان وبيقوله لأمريكان ولا غيره هياخدوا سوبك لأنه يلزمني وأنه مش هيسيب حد يوقف عملية علاجه، ولأنه مريض هو كمان وسوبك هو أمله الوحيد أنه يتعالج، ولو حد فكر يوقف العملية هيبعت لكل صحافة والأخبار عن أول مستنسخ بشري والتجارب السرية وهيفضح الدنيا. هنا الدكاترة بتجهز سوبك لعملية استخراج النخاع الشافي، وبيفوق كي وبيلاقي الدكاترة بتجهز سوبك لعملية استخراج النخاع، وبيفهم كي من الدكتور شين ان سوبك هيفضل يعمل العملية دي كل يوم والمدى الحياة، وهيفضل كل يوم يتعذب كده، وده مش مهم عندهم طبعا لان الاهم من كده بالنسبة لهم هو العلاج. هنا بيقرر يضحي بحياته عشان سوبك وينقذه، وبيضرب الدكتور وبيضرب حارس كمان وبياخد سلاحه،
وبيهددهم بقتل الدكتور، وبيسأل عن مكان ليم أم الشاب سوبو، وبيكتشف إنها ماتت عشان حاولت تقتل الراجل العجوز، وبعد ما قتلوها شالوها عندهم لأنها الوحيدة اللي فيها الحمض النووي بتاع سوبو لأنها أمه. وقبل ما يضرب كين نار على الراجل العجوز، الحراس بتضربه من ظهره وبيغمى عليه، وبياخدوا الحراس ويحبسوه لأنه بالنسبة لهم عينة اختبار. وبيبص الدكتور مش بيلاقي سوبوك في مكانه، وبيجري عشان يديله مهدئ قبل ما يموتهم، وقبل ما يدهوله بيخليه سوبوك يتفعس في الأرض بقوته. وبيبص للراجل العجوز وبيضرب الحراس عليه نار بس مش بتيجي فيه حاجة، وبيقضي عليهم كلهم وبيبقى العجوز لوحده، وبيفعصه بالكرسي بتاعه زي علبة الكنز كده. وبيخرج سوبوك من المكان وبيلاقي هان مستني بره بجيش كامل لأنه كان عايز يقتحم المعمل، وبيضربوا نار عليه بس مش بتيجي فيه حاجة برضه، وبيقدر انه يرميهم بعيد كلهم بقوته، وده بيضره وبياخد من قوته بينزل دم من ودانه وبقه وبيقع على الأرض. وبيحاول اهان يستغل لحظة ضعفه دي ويضرب عليه، بس هنا بيحاول سوبوك بآخر طاقته حماية نفسه من الضرب. وفي اللحظة المناسبة بيخرج كي من المعمل راكب عربية مصفحة وبيحاول ينقذ سوبوك، لكن قبل ما يركبوا العربية بتنفجر ومش بيكون قدامهم حاجة يهربوا بيها، فبيقوم سوبوك ويعمل حفرة كبيرة في الأرض والكل بيخش جواها من قوته، وبتكون من تحت مليانة بترول وهو عايز يولع في الكل. كي بيحاول يمنعه فبيرميه بعيد عشان ما يمنعوش، وبعد ما خلص على الكل بيطلب منه انه يموته عشان ما يكونش طمع لحد ويدمر البشرية. وبعد حوار كبير بينهم بيموت سوبوك وهو بيعيط، وبيفضل قاعد جنبه وهو بيموت. وبكده يكون خلص فيلمنا. اشوفكم مع فيلم جديد.